القراءة حياة، لذلك لا تتوقف عن القراءة أبداً حتى تعيش أكثر من حياة داخل كل كتاب تقرأه. وسنقدم لكم مجموعة مختارة بعناية من الكتب التي لابد أن تقرأها. الكتاب الأول 50 خرافة في علم النفس. هل تحب علم النفس بكل جوانبه وأنواعه وفروعه؟ تريد أن تقرأ فيه وتعرف أكثر، لكن الكثير من الأشياء في ذلك العلم فقدت مصداقيتها بالنسبة إليك بسبب الأكاذيب التي انتشرت عنها؟ إليك كتابا يفصل لك بين الواقع والوهم والكذب والحقيقة. علم النفس بالذات واحد من أكثر العلوم التي تكلم الجميع فيها، سواء كان عالما أو كان جاهلا. ومن كثرة ما ارتكب الناس في حق ذلك العلم ظهرت الشائعات والمغلوطات والخرافات المنسوبة إليه، وهو بريء منها. يهديك هذا الكتاب الكثير منها على يد خبراء في العلم النفس يحاولون وضع حد لتلك المهزلة التي أصابت ذلك العلم وإعادة الأمور لنصابها الحقيقي. هي مهمة ليست سهلة بالتأكيد، ولكن أسلوب الكتاب أسلوب شيق سيمتعك. الكتاب الثاني كن هنا الآن، Be Here Now. كتاب فكري آخر سيأخذك في رحلة متحررة داخل الأعماق والنفس البشرية مع لمحة عن اليوجا وحقائق عنها. سيساعدك الكتاب على الغوص في أعماقك أكثر واكتشاف ما كنت غافلا عنه عن نفسك، وإيجاد إجابات لأسئلة ظلت سنين تدور بداخلك. سيساعدك أيضا على تحسين نفسك والسيطرة عليها والشعور بأنك الأقوى وأن لعقلك الكلمة الأولى والكبرى على كل جوانب حياتك وجسدك. ما أكثر الرحلات داخل النفس البشرية وما أصعبها، لكن الأكيد أنك في كل رحلة تقوم بها تعود منها وقد تغير شيئا فيك للأبد، وشعاع نور جديد قد أضاء حياتك، فلا تبخل على نفسك بنور كهذا. الكتاب الثالث سلطة الثقافة الغالبة. كتاب فكري فلسفي ثقيل لكنه ممتع، يحتاج لقراءة هادئة بتركيز مع كوب من الشاي أو القهوة. يتحدث الكتاب عن قانون الغاء في مجتمعاتنا وحياتنا العامة وكون البقاء دوما للأقوى. يحادثنا في أشياء ومعتقدات وتصرفات كنا نؤمن ونسلم بها ونفعلها دون تساؤل أو تركيز، حتى لأننا اعتدنا على كوننا الطرف الأضعف المسيطر عليه غير المفكر، ولأننا أحيانا نخاف من أن يفهمنا الآخرون فهما خاطئا أو أن يتم إدراجنا في القائمة السوداء للأبد. الكتاب سيعلمك كيف تفكر بتحرر واستقلال، وكيف تتساءل عن كل خطوة تقوم بها في حياتك. سيجعل نظرتك وحكمك على أمور تقليدية ويومية تحدث في حياتنا تختلف وتصبح أكثر حكمة. قد يكون الكتاب ثقيلا بعض الشيء للبعض، لكنه واحد من الكتب التي يجب أن تقرأها بأي طريقة في حياتك، فلا تتكاسل. الكتاب الرابع مقدمة قصيرة جدا. هذا ليس كتابا، وإنما هو سلسلة كاملة من الكتب المختلفة تجيب تلك السلسلة عن سؤالك الحائر، كيف أبدأ؟ أحيانا يكون الواحد منا في حيرة من أمره في العلوم العامة، يريد أن يبدأ وأن يعرف أي العلوم سيجذبه ويحب أن يغرق فيه أكثر. وأحيانا يريد أن يطبق قاعدة أعرف شيئا عن كل شيء، لكنه لا يدري كيف يفعل ذلك، خاصة أن كثيرا من الكتب في المجالات المختلفة يكون مخصصا في مواضيع محددة. هذه السلسلة ستقدم لك البداية لكل شيء. ابحث عن كتبها، ستجد مقدمة قصيرة جدا لكل شيء يخطر على بالك من فيزياء وفلك واقتصاد وتاريخ وفكر وعلم نفس وفلسفة. التقط كتابا وابدأ به مستمتعا بالمعلومات السهلة المبسطة والشاملة كل أوجه ذلك المجال. إن كنت ما تزال حائرا فاسمح لتلك السلسلة أن تفتح لك الأبواب.
أما الكتاب الخامس والأخير داخل المكتبة خارج العالم. لنرى الآن هل تحب القراءة كفعل مجرد؟ أعرف إناساً ليسوا مدمني قراءة بغرض الثقافة بقدر ما هم يدمنون المكتبات وأرفف الكتب وفعل القراءة المجرد بنفسهم. يحبون الهدوء والجلوس بلا إزعاج في ذلك المكان لأي سبب كان. يحبون رائحة المكتبة وألوان أغلفة الكتب لينفصلوا بكتاب عن العالم ويضعوا بين السطور. هذا الكتاب حاول ألا تقرأه سوى داخل المكتبة، فيصحبك في رحلة داخل الرحلة ليجعلك تدمن القراءة أكثر وأكثر. أول ما ستجده في الكتاب هو اكتشافك لحقيقة أن الكتاب كان يبحث عنك كما كنت تبحث عنه بالضبط. سيعرفك إلى عوالم القراءة كلها وليس عالمك وحدك. ابحث الكتاب عن محب القراءة ليضمهم لقائمتي. ستغرق في القراءة بينما أنت غارق في القراءة بالفعل. فكرة مثيرة.